اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن؟ يا كابتن اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازرقاتك الحمد لله. اخبار الازرق ايه؟ نتعلم منك زي بعض. اخبارك ايه يا كابتن؟ كله كويس؟ الحمد لله تمام. طيب خليني اقول لحضراتكم ان منذ قليل انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الذي سيظل منعقدا حتى يوم الاثنين القادم، وبالتالي لن تخرج قرارات جديده النهارده. قرار اللي حضراتكم شفتوه، التضامن مع الشعب الفلسطيني، ثم تعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين، هو دي القرارات اللي تم اتخاذها اليوم. ولكن ان شاء الله يظل اجتماع مجلس الاداره منعقدا ومستمرا حتى يوم الاثنين القادم، وبالتالي لن تخرج قرارات الا يوم الاثنين القادم ان شاء الله. كابتن شريف، من وجهة نظرك، خليني أبدأ معاك بالأهلي مباشرة، تقييمك لأداء النادي الأهلي خلال الفترة السابقة؟ الحمد لله ما شاء الله. يعني لو كانت الفترة اللي قبل في الموسم اللي فات بالخمس بطولات كانت توجد بالسادسة، كانت حكاية هتبقى يعني حسب الشكل اللي بيأمله الجماهير كلها والإدارة والجهاز الفني وكله. المباراة الأخرانية خصوصا وتحديدا كان زمان كلنا عايزين نشوف جملة في الملعب، عايزين نشوف أداء معين، عايزين نشوف واحنا بنتفرج ان نبقى ضامنين ان الأهلي هيكسب في اي وقت. اوكي. فأعتقد ان الفرديات والتدعيمات اللي حصلت جوه الفرقة خلت لعيبة كمان تعلى قوي جنبها. يعني بيرستاو دلوقتي في حته ثانيه جنب بوجود امام عاشور وتفوق الشحات، ف كل اللي احنا بندور عليه وما زلنا بندور عليه انك انت جنب كهربا وصلاح محسن مودست يبقى الامل اللي احنا بنشوفه في الست يعني في الاسترايكر بتاعنا. انا شايف ان كل حاجه زي الفل الحقيقه. يعني اطرافك زي الفل، وسط ملعبك ما شاء الله عندك بدل البديل خمسة، ناحية اليمين حتى التعافي للإصابات والحاجات دي هيبقى عندك ناحية اليمين مع محمد هاني أكتر من لاعب، ولعيبة كلها منتخبات يعني كريم فؤاد يعني حظه وحش جاب جول ونزل وجاله في الضمة وبيرجع تاني كويس إنها مش الركبة. يعني الفرايتي اللي موجودة كلها بتسمح للمدير الفني ان هو يقدر يخطط لجميع البطولات اللي هي جايه دي. عشان كده كلها احنا كلنا بنعمل ان اللعيبه كلها تبقى ان جود فورم. يعني اصابه امام عاشور مثلا دي تضايقك، الحمد لله يعني اصابه من الكدمات او حاجات كده ما بتاخدش اكتر من اسبوع 10 ايام على ما اعتقد، يعني صحيح. اللاعب يبقى موجود. ف احنا من سنتين يا اسلام كنا في وضع نحزن عليه بصراحه، صعب جدا. نعم. انك انت مش قادر تخلص موسم ومتلاحم مع موسمين ثلاثه، وعندك زي ما بيقولوا مستشفى النادي الاهلي، وعندك تلاحق في الاصابات، صحيح، وبعد عن البطولات وحاجات كتير قوي. ولكن انك في فتره قصيره جدا تقدر تعوض كل ده بالشكل ده باداره جديده بمدرب جديد، يعني وهتلاقي مش في كل وقت الناس بتبقى راضية عن كل اللعيبة وعن المدرب وعن ناس. الجماهير دايما بقت فاهمة كل حاجة، دايما بتقول لك لا النادي الاهلي ده يبقى حكاية تانية. انا اقف في ظهره واسنده، ولكن اشوف المردود جوه الملعب، اشوف دوافع اللعيبة جواه بتترجم لي حتى لو اتغلبوا او حتى زي الماتش اللي حصل بتاع اتحاد العاصمة ده. يعني الاهلي هو المسيطر وهو الحاجة، ولكن الفريق التاني اجريسيف قوي معاه وحاول يخرجه بره الحكايه، وما كانش يومك يعني الكرات اللي جات لك انت لم توفق فيها، عكس مباراه الاسماعيلي، مباراه رايحه جايه اسلام، وفريق اسماعيلي انا اطمنت عليها بيني وبينك، يعني اطمنت على الفرقه دي في المباراه. كلنا بنحب الحقيقه فريق الاسماعيلي طبعا مهما كانت والله قاعد بتفرج مبسوط، مبسوط، وكل شويه نقول اسماعيلي هيجيب جون دلوقتي. اسماعيلي يعني احنا بنترجم وبنجيب اجوال، احنا بنترجم وبنغطي الجول والتاني والتالت، لان امكانيات اللعيبه ونوع اللعيبه اللي عندك لعيبه هدافه، لعيبه بتلعب في كيان
متعود ان هو بيلعب على حاجه واحده هو المكسب فقط. صحيح. مش في كل الانديه تلاقي كل الخطوط الحمد لله الله اكبر متكامله. يعني ايه يعني ايه كلمه متكامله؟ يعني انا ملعب وانا بهجم تبقى الكره الثانيه بتاعتي. الكره لما توصل الناحيه الثانيه الاقي كتيبه واقفه في نص الملعب بتترجم لي تجديد. صحيح. الهجمه من جديد. على كل الناس فيش غير حاجتين وانا شفتهم عجبوني جدا في الماتش الاسماعيلي خاصه، ورؤيه اللعيبه لبعض والسويتشات اللي بتحصل. شفت من بيرستاو سويتشات، شفت من حسين الشحات، شفت من كوكا باص ولا اجمل خلاه في منتخب مصر دلوقتي. ففي في في منافسه حلوه جوه الفرقه بتصب في الاخر لصالح الجماهير والنتيجه يعني. كابتن شريف، لو شفنا عدد الاهداف اللي النادي الاهلي جابها، اقدر اقول ساعتها انه خط هجوم النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم، ولا خط الوسط اللي بيربط ما بين الدفاع والهجوم، ولا خط الدفاع اللي واقف كويس ويعتبر اقوى خط دفاع؟ خليني نتكلم انا وانت بالكوره كده. العمود الفقري بتاع النادي الاهلي من اول الحارس المرمى لمحمد عبد المنعم لديانج الاثنين الاماميين الاطراف، هم دول الخط اللي بيمثل لك القوه الضربه بتاعتك. اللي بيمثل لك انك انت متحكم في كل حاجه في المباراه. اي لعيب اي فرقه هتلعبك من حقها انها تروح تعمل لك زيارتين ثلاثه يعني. 90 دقيقه مش هتروح على الجون عندك، حتى لو لعب كره طويله ممكن يروح للجون لو انت في غفله او انت في عدم تركيز لثانيه. ممكن لعيب عندك زي كنا بنلعب فرقه ام بي باين والراجل السريع اللي هو كابو ده وقوفه وما اعرفش ايه، اللعيبه دي عندها كم سرعه كبير جدا. صحيح. لازم تواكبها بتركيز. ممكن تخطفك، ممكن تسرقك في جول، ولكن ده حدث في كورتين ثلاثه. ومستر مارسيل كولر قال لك انا عندي تخلل في هعالجه من نص الملعب للدفاع بتاعي. تخيل ان احنا بنتكلم على غزوتين حصلت في مباراه، او حسيت ان الملعب اتفتح في ماتش الاسماعيلي وجوده لعيبه الاسماعيلي تسمح له ان هو يعمل كده. طب هو لاعب مع اتحاد اسكندريه الماتش اللي قبله، واتحاد اسكندريه ماسك الامور كلها وهو اللي بيجيب الاجوان، كسب الاتحاد 3-1 الاسماعيلي. صحيح. فكان في ظاهره وبادره بالنسبه للاسماعيلي انهم واقفين على حالهم السنه دي، بيفكروا كويس، اللعيبه مركزه كمان، اللعيبه بتلعب على هدف واحد، ان اللي حصل السنين اللي فاتت ما حصلش تاني. صحيح. فانت بالنسبه لك كل المؤسسه بتعمل على شكل يوم المباراه. احنا النهارده عندنا مهمه مثلا زي بطوله افريقيا اللي جايه بتاعه الانديه والكاس سوبر اللي هتحصل ليه يوم 20 بطوله الدوري الافريقي. الدوري الافريقي ده انت كل الدنيا وهي دلوقتي بتفكر احنا بناخد الماتش بماتشه، الحته بحتتها يعني. هنلاعب تنزانيا ما اعتقد في سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني في الافتتاح. صحيح. ازاي بتترجم كل الخبرات بتاعت الماتشات اللي فاتت مع الاداء، مع الشواهد، مع الدوافع اللي شافها مستر كوري، يقعد يبص كده يقول لك هو اكيد ذاكر الفرقه بتاعت سيمبا وجاب اي حاجه شافها. لك والله النهارده هينفع العب 4-3-3 ولا 4-2-3-1 ولا هعمل ايه بالظبط؟ ازاي انا العب بره ارضي ما يحصلش اي حاجه فيها؟ بالنسبه لي الاجواء بتبقى بره مصر مش لطيفه بالنسبه للاعب المصري عموما اذا كان منتخبات او انديه. صحيح. فهو بيبقى عنده كم من اللعيبه اللي هي تقدر تديله السيطره والاستحواذ في الملاعب في المباريات. على طول الخط احنا مطلوب منها الفوز. يعني التعادل بالنسبه لك ما بيبقى ولا حاجه ولا حاجه، مش الهدف بتاعك يعني. مؤسسه الاهلي بينا هنا بكله بكل من في موقعه بنتكلم في حاجه واحده بس، هي نجاح. ولما ما بيحصلش مش بنقول بس لا ده كان في خلل، لا ده مش ممكن ما يحصلش. لان ما ينفعش يبقى عندي كل التاهيلات دي وكل اللعيبه اللي موجوده عندي دول وكل الامكانيات وكل التاريخ اللي اللعيبه نفسها هي اللعيبه دي اللي عاملاه. يعني انا بحب دايما اتكلم بالاسماء. لو عندي امام عاشور، عندي قفشه، كويس، عندي ديانج،
عندي مروان، عندي سلاية لسه، عندنا لسه راجل لما لسه ما رجعش يعني لا لما لما وجود لما بيرجع بياخد ماتش واثنين وثلاثه بيبقى انفورم، بيبقى برضه ليه وضع وليه حساسيته في حقيقي. عندي كهربا لما بيبقى كهربا بيلعب كوره وباصص ومركز وقاعد في الحكايه وعايش لها، بنلاقي شكل مختلف، بنلاقيه ليه حضور جامد صحيح. فكل يوم بيطلع لي حد انا مش غلطان ان هو موجود معايا، لا هو اللي بيثبت ان هو من احقيته ان هو يعمل حاجه بس يعني تبرز عن اسمه. وبرضه يا كابتن اعتقد انه التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر هتكلم عنه دلوقتي، ولكن الاهم بالنسبه لي وهو النظر دائما الى قطاع الناشئين. يعني النهارده زي ما حضرتك قلت في بدايه كلامنا انه كان من ضمن القرارات اللي تم اتخاذها اليوم في مجلس اداره النادي الاهلي وهو تواجد الكابتن محمد شوقي او تعيين الكابتن محمد شوقي كنائبا للكابتن بدر رجب كنائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين، وبالتالي قطاع الناشئين ونظره دائما على قطاع الناشئين. الرجل برضه واخد باله ان النادي الاهلي بيعمل كده وبيحاول ان يحافظ على قطاع الناشئين، فابتدى يجيب ثلاثه من اللاعبين الناشئين، يعني احمد حسن، احمد نبيل كوكا، زعلوك، كريم الدبيس. هذا الثلاثي وغيرهم موجود بيتمرن على الاقل مع، يعني انت فتره قادمه ستجد ان معظم اللعيبه في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وبالتالي هتجد عدد كبير من الناشئين موجود، وبالتالي نظره الرجل للناشئين مختلفه. اه طبعا، وانا بحكم ان انا براقب المباريات كلها بتاعت البراعم وبتاعت الناشئين من قبل اتحاد الكوره، فببقى موجود على طول هناك في النادي، اتفرج على الماتشات، على الماتشات غصب عني يعني، بروح ما بيبقى في ما عنديش استوديو ولا حاجه، ببقى هناك في التوقيتات دي كلها وبتفرج، وانا اللي برشح لعيبه كتير قوي. فتلاقي برضو تربيه الناشئ اللي موجود دلوقتي حاليا هو النادي الاهلي. اوكي، يعني انا عندي مثلا هديك مثل صغير، لسه انا امبارح كنت بتفرج على 2015. 2015 دول ما لهمش مسابقات ولا ليهم اي حاجه، تمرين بس، انما شفت ولد، مش ولد واحد، شفت مجموعه، المجموعه ب، مش كمان هقول لك الف. ها كنت يعني مبسوط، انبهرت، بقيت قاعد مبسوط ان ده المستقبل اللي جاي. اوكي، 2014 كذلك، 2013 اعتقد مسكهم ميدو احمد ماهر، يعني الناس دي بتفرج عليها هايلين. اوكي، البادلك بتاع كابتن بدر رجب اللي هو فيه لما جه حصل شويه تعب وشويه تعب حاجات، ان شاء الله يوم بالسلامه، الف سلامه يا كابتن بدر، وان شاء الله كابتن بدر احنا بنرسل لك تحياتنا كلها طبعا. ومجهود الراجل بيخرج من الارهاق والتعب، ابص الاقيه في صحيح. وسط الملعب، انت بتنتحر يا بدر ولا بتعمل ايه بالظبط؟ يقول لك دي شغلي وانا بحب الاولاد، وفعلا ليه روح كده وجود، عاملين حاله كلهم لاولاد اخوات يعني، المدربين كلهم صحيح طبعا، كابتن وليد ف نفس الشكل نفس الطبيعي، يعني تحس ان خالد بيبو راح مدير كوره، قطاع الناشئين ماشي بنفس النهج بنفس الشكل طبعا، لان سياسه بقول لك ما فيش حاجه آه. بس السنه دي انا شايف فيه امكانيات لعيبه مش القريبين من الدرجه الاولى، اللي هم ال 2007 و2008 و2009 وانت نازل، عندنا كتيبه ولاد مواهب انا لم اتخيل هيبقى لهم دور كويس، دور جامد جدا 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 يعني، كلهم لا يقلوا عن عمر سيد معوض، ربنا يديله الصحه، انا كنت براهن على عمر سيد معوض، ولكن الاصابه اللي حصلت له دي هي يعني انا من الحاجات اللي ضايقتني جدا. الف سلامه، الف سلامه لعمر سيد الصغير عمر سيد معوض. عندي بقى طبعًا. عندي زي عمر طالع ناس كتير قوي. اوكي، مواهب، تفكر كنا كل ما نيجي نتفرج مواهب قلت، شخصيه اللعيب نفسه ما بقتش هي دلوقتي حضرتك بتقول لا 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 انا سعيد ومبهور. اوكي، يعني اعتقد قطاع البراعم تامر حفني، تامر حفني ده طبعا تامر ما بيروحش، يعني كابتن وليد سليمان وتامر حفني وجميع الاولاد عاملين يعني والمدربين اعتقد كابتن اسامه زكي والنادي كلها مش حافظهم كلهم بالاسم، انما ما بشوفهم طبعا عارفهم واحد واحد، انما
الحمد لله يعني احنا محظوظين بيهم ومحظوظين بالاولاد اللي هم سافروا لهم، راحوا المنصوره وراحوا الاقاليم وراحوا الصعيد عندنا كتيبه لعيبه صغيره هايله حاجه تفرح يعني. قبل كده انا اقول لك على حاجه، كنت بنطلع اتنين واحد نشد ونوديه. دلوقتي انا مجموعه جيد، مبسوط جدا يعني. حضرتك بتتكلم عن مجموعه ب، فما بالك بمجموعه الف؟ ده انا بقول لك 2015 ب يعني بالصدفه يعني. كابتن هشام اعتقد هو اللي ماسكهم. حاجه تفرح. أوكي. اما بص الاقي ولد صغير 2015، انت عارف 2015 ده عنده 8 سنين وبيعدل وبشمال واشول وبيبعتها من اي حته، فتبقى تبص كده يعني يا رب ربنا يحفظهم يعني، ويبقى لهم ونشوفهم احسن مننا على الاقل يعني. ده اللي انا متاكد منه باذن الله. ارتباطات كثيره للنادي الاهلي يا كابتن خلال الفتره القادمه، عشان كده التدوير اللي انت كنت بتتكلم عنه مهم جدا، والمحافظه على اللعيبه كلها وفهم اللعيبه نفسهم للمدير الفني والتعامل مع بشفافيه. يعني النهارده انت جالك لعيبه بتبقى بره الفورمه، لعيبه بترجع تاني، تشوف طاهر محمد طاهر الدنيا بتدور على حته يلعب فيها، واحنا ادينا له رساله هنا وقلنا له يا طاهر ركز عشان انت لعيب كويس، حرام تبقى انت بعد ما كنت نمره واحد عند مستر كولر تبقى بتبحث لنفسك عن مكانه في الملعب. عندك انك تقدر تبقى موجود، عندك كوره كمان، عندك حاله بدنيه فارقه عن اي لعيب تاني ممكن تلعب قدامه. صحيح. فليه ليه ما تمتعش نفسك وتمتع الناس اللي بتحبك؟ والناس على فكره من اللعيبه اللي الجمهور بيحبها. طه بيتلكك لها على انه هو يعمل حاجه. صح. اول ما يعمل حاجه تلاقي الدنيا هاصت معاه. بصف. نوعيه طاهر ونوعيه اللعيبه الثانيه اللي موجوده كلها اللي هي بيبقى لها تايم او بيبقى لها وقت الظروف بتسمح لها انها تخش وبتفيد وبتكسب النادي الاهلي، هو ده الشكل اللي انت محتاجه في الفتره الجايه. انك انت لما تقعد كل مره احنا بيحط فرقه ونبص على اللي قاعدين بره فرقه ثانيه. يعني ما تيجي تلاقي من اول مصطفى شوبير وانت نازل بقى كله كريم الدبيس، كريم فؤاد، هتلاقي قفشه، زعلوك، كلام عن الناشئين يعني، كلام على اللعيبه الكبيره اللي قاعده. عندك لعيبه ما شاء الله تبقى قاعده بره تنزل بتعمل فارق كبير قوي. هو ده اللي انت محتاجه في بطوله العالم للانديه، وده محتاجه في بطوله السوبر الافريقي، هو ده اللي انت محتاجه الفتره الجايه. على كل الاوضاع مفيش حاجه بتضايق لعيب الكوره الا الاصابه. صح. يعني انا رايح الملعب وسليم، وخاصه ان الفتره الجايه هتبقى في معسكرات كتيره قوي، المعسكرات دي مفيده جدا للعيبه. لما بيتلموا مع بعض وبيقعدوا مع بعض مفيش حاجه يعملوها غير كانوا في التليفونات مع اهليهم وحاجات كده خلاص، وبيتمرنوا بياكلوا ويشربوا كويس قوي وبيناموا كويس قوي في مواعيد كويسه، فدي بتضمن لك ان الانفورم بتاع الفرقه نفسها بيبقوا هايلين. بينزلوا الملعب، ودايما لعيبه النادي الاهلي لما يكون لها سابقه تهديف بيأدوا وبيعزفوا سمفونيه حلوه، بيطلعوا الكره اللي عندهم الجميله يعني. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن منتخب مصر الاهم الحقيقه دلوقتي، لانه احنا عندنا مباريات لمنتخبنا الوطني بكره وبعد يعني بكره والايام القادمه، وبالتالي هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن منتخبنا الوطني ورؤيه النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم لمنتخب مصر في مبارياته الوديه القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. منتخبنا الوطني ومباراتين وديتين، الحقيقه انا بشوفهم المباراتين على اعلى مستوى، ولكن قبل برضو ما اتكلم عن المنتخب دايما السؤال اللي انا بساله خلال هذه الفتره او خلال الاسبوع بالكامل ده سؤال مشترك، وهو لماذا يفقد الجمهور المصري الشغف لرؤيه منتخبنا الوطني؟ السؤال ده يا كابتن انا نفسي الاقي اجابه ليه. يعني انت خلينا اقول لك على اخر مباراه مصر وتونس، مصر بمحمد صلاح بكل نجومها، تونس بعلي معلول وكل نجومها، وما فيش غير 20 30 واحد موجودين. ودخول المدارس. ده كلام. يعني والماتش في بعيد مش في مصر. مش كده؟ كان في الدفاع الجوي اعتقد. كان في الدفاع الجوي؟ تهيألي. لا يبقى هنا. وملعب صغير. طيب المسموح ايه؟ مسموح الاستاد كله. والله. والله. غريبة جدا. لا انا مش يعني بتكلم على الماتش، لا وجود صلاح في حد ذاته بالظبط يعني، انا بتكلم على حالة عدم الثقة بالاستمتاع والاستمتاع بالمنتخب زي زمان. كان لسه فريش محمد صلاح
كانت الدنيا بتجري وراه. محمد صلاح طول عمره فيش يعمل كده، يعمل كده وراه يعمل كده. ف عندك تفسير للموضوع ده يا كابتن؟ اهتمام يعني في ناس، قله اهتمام يعني في ناس بيحسبوها يعني، جميل يعني بتحسبها موضوع تذكرتي ده مثلا عامل حاله. بالعكس ده عامل حاله جيده، لانه جيده لل 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 للرياضه عموما، للدنيا كلها بالظبط. فسهل لو انت قاعد في البيت بتطلع وتعمل بدل ما تروح تقف في طوابير. حاله اقتصاديه، حاله ما اعرفش. التذكره عاملينها بكام؟ انا ملهاش سبب، ما سالتش بس لا ملهاش، مش فاكر يعني ملهاش. الناس اللي بتحب الكوره ومحمد صلاح في الملعب والنني وتريزيجيه والناس دي كلها لازم يبقى اكيد راح اتفرج على فيلم يعني، صح؟ راح سينما، راح سينما ولايف يعني، بشوف قدام عينك، بشوف الناس الابطال بتوعي اللي انا بحبهم. صحيح. لايف يعني. صحيح. مش فيمكن كان اليوم ده ليه ظروف يعني ماشي، هنعديه، هعديها اليوم ده بعد كام مش كده. اما نشوف الفتره اللي جايه هيحصل ايه. طيب الماتش او منتخب من التصنيف الاول المنتخب الجزائري ومنتخب من التصنيف الثالث المنتخب الزامبي. عايز اقول لك على حاجه، احنا بنتمتع اليومين دول بحكايه المباريات والاعدادات والمباريات الوديه، ده ما كانش موجود قبل كده. يعني الحقيقه في كل اجنده دوليه بتلاقي ماتش وماتشين وماتشين كويسين. احنا ما كانش عندنا، ما كناش مهتمين بالكلام ده، ما كناش يمكن من الاسباب ده بقى. ما بنوفرش للمنتخب بتاعنا الاحتكاكات دي. أوكي. احنا على طول كنا نخش عنتر شال سيفه. صحيح. من غير ما نلعب نشوفنا زامبيا دي قبل كده لعبناها، شفنا الجزائر دي عملنا معاها ماتش ودي قبل ما نخش معاها اي بطوله. احنا على طول اصطدام بالواقع. معانا السلاح الجامد بتاعنا اللي هو اللاين فيرود بتاعنا، محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش ومحمد مصطفى محمد، مش عايزين نلعب اي حد. واحد جالي من فرنسا والتاني جالي من ليفربول والتالت جالي من الدوري الانجليزي الفرنساوي والتاني من تركيا. الحته دي كانت الاعتماد الاساسي على الشكل بتاع المنتخب بتاعنا. فعملنا له مباراه وديه، ما عملناش مباراه وديه، لا ده احنا خايفين حتى في المباراه الوديه ان هم يتعوروا عشان دول محترفين بره. المباراه الوديه ما كانتش على الخريطه. ولكن اصبحت المباريات الوديه اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي كانت الماتشين اللي شفناهم قبل كده، سيبك من النتيجه يعني والالتحام والاخطاء بتحصل فين والنتائج شكلها ايه، هو ده الاكيد الشيء الوحيد اللي هينجح في البطوله الافريقيه وفي تصفيات كاس العالم. انت ما بتعرفش القرعه، زي ما انت بتقول في قرعه تبقى بكره ان شاء الله الساعه 10. ف جميل جدا ان انت تتعرف على الفرق الثانيه، ولكن سيظل دائما وابدا زي ما انت قلت شمال افريقيا بالنسبه لنا هو الاقوى. هي ماتشات الحمد لله ان احنا كل الابيض يعني كل شمال انت معاهم في صف واحد يعني. كل شمال افريقيا في التصنيف الاول الحمد لله. انا دائما بتكلم معاك على فرقه الجزائر، انا بعتبرها من اقوى الفرق هي والمغرب في الجزائر، المغرب، تونس، السنغال، مصر، هم دول الاربع خمس فرق اللي يجي بعدهم كله بقى. الكاميرون ديفوار فرقه كويسه، كوديفوار، ديفوار من تصنيف اول برضو. يعني دول هم البومينج او الحكايه اللي انت لما تروح تلعبها لسه عندهم محترفين موجودين جوه الملعب، بيستخدموا محترفين وبيخرجوا. طيب. محترفين. روي فيتوريا قال ان هو بيحاول ان هو يبقى قريب من شكل اللي هيحصل ايام في امم افريقيا، شكل المعسكر اللي هيحصل في امم افريقيا. هل بتعتقد ان المعسكر اللي عامله في الامارات ويلعب فيه مباراتين وديتين ما بينهم ثلاث ايام زيه زي افريقيا قد يساعد روي فيتوريا على الانسجام السريع مع معسكر المنتخب القادم؟ اوكي، بس مش هيلاقي الرفاهيه اللي موجوده في الامارات. هناك كوت ديفوار الناحيه الثانيه الرفاهيه اقل طبعا. لا هتلاقي اوتيل شيك قوي وفود صح والاكل كويس قوي صح، ولكن المطر والاجواء اللي بتبقى مصاحبه دي الرطوبه بتبقى صعبه عليك انت شويه. ارضيه الملاعب هناك كمان يعني صحيح مش مضمونه زي السعوديه والامارات صحيح، الحته اللي احنا بنروح نلعب فيها بنتفرج كمان عليها، وهنا كمان بقت فيها ارضيات كويسه جدا. فهو ده المعسكر، كل حاجه هتبقى ماشيه كويس قوي، ولكن هيبقى عندك صعوبات في ارضيه الملعب في التحكيم. ولكن يمكن طبعا بنامل ان التحكيم يبقى حضرتك تقصد هنا في امم افريقيا. امم افريقيا. اوكي. يعني
بالاتجاهات، انت دايما انت اللي بتقول كلمتك في الملعب فبتوقف الناس كلها عند حدودها. نعم. ولكن لو لعيب اتلمس في 18 عندك ولا حاجه تيد بينالتي ما مالكش من دايما انت فرقه مصر ما تفهمش. يعني انا ساعات ببقى شايف ان الجزائر اقوى من مصر. اسلوب لعب الجزائر بالاجريسيف اللي هم فيه بالاجريسيف واي والبتاع ده بيجبر كل اللي حواليه انه يعمل حسابه. احنا بنلعب على بهدوء شويه، بهدوء كوره، احنا بنلعب كوره. احنا بنبقى عايزين نصطاد الفرق اللي بنلعبها بالشغل البرازيلي اللي احنا بنسرق مباريات. صحيح. واحنا في اقل مستوى بنسرق المباريات وتلاقينا بنلعب في الفاينل. عندنا سكه ازاي نكسب مباراه. أوكي. مهما كان مين المنافس. زمان كنا بنحكي ونتحكى على ديفنس، وانت كنت من قاعد الناس اللي بيلعبوا في الديفنس، كنا مبسوطين بالديفندرز بتوعنا قوي. من ايام مانويل جوزيه كنا بنلعب 3-5-2. صح. كان في ثلاثه في العمق وطرفين بيبقوا قويين جدا، وكانت كتيبه النادي الاهلي الحقيقه شايله الحكايه كلها. وده اللي انا لسه هقوله لمنتخب مصر، يعني مش الاربعه خمسه سته بتوع الاهلي هم اللي هيبقوا اساس. انا لو مكان فيتوريا ده اعمل فرقتين منتخب مصر، عندي المساحه والوقت ان انا اعمل فرقتين، لان انت عندك معتقدات كتيره جدا، هتحتاج لعيبه كتيره جدا، ما تعرفش ظروف الدنيا فيها ايه. بتعتمد على واحد زي امام عاشور مثلا من اللعيبه السوبر اللي موجوده دلوقتي. صحيح. لا قدر الله هو اتخبط هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لان انت بتفكر وبتواول محمد صلاح ده يبقى له بديل امام. هو عنده يعني محمد، في مصطفى، مصطفى فتحي في بيراميدز، ومصطفى محمد للكهرباء، كهرباء ليه مصطفى محمد ايضا ناحيه الشمال، في مرموش. انا نفسي يا اسلام انا وانت زيزو نشوف حد من المنتخب الصغير. كوكا، خد كوكا اهو مثلا، كوكا في نص الملعب يعني بدايه جيده. يعني لما تاخد محمود حماده اخد كوكا بقى، يعني فهمتني؟ لما يبقى عندك محمود حماده اخد كوكا، خده اخد ناس كتير، مروان عطيه. يعني الناس دي مش بمثابه بلعب بالحته، انت عندك استعداد انك تقدر تعمل اكتر من 25 لعيب عندك كويسين جدا. طبعا. يقدر يطلع من رايك في فيتوريا ايه يا كابتن؟ يعني انت شايف فيتوريا مدير فني طبعا له اسمه، رجل له اسم كبير في عالم كره القدم وكل شيء، ولكن في مصر انت حتى الان هو بقاله سنه تقريبا اهو، شايفه ازاي؟ انا دايما فنيا طبعا لا انا مع فيتوريا كيروش وات ايفر مين هيجي، انا ما شفتش لحد دلوقتي خطه اعداد خمس سنين ادفانس لقدام. قدام ما جبتش مدرب قلت له انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك تعد لي عده لخمس سنين قدام. انا دايما بجيب المدرب تحت الطلب، انا عايز اخش بطوله افريقيا، انا عايز اخد كاس افريقيا، انا عايز اخش تصفيات كاس عالم، انا عايز اروح. هو انا عايز اروح كاس عالم. هو روي فيتوريا ما جابوش فيتوريا من قبل الموضوع ده بسنتين. اوكي فهمتني؟ يعني عد العده دي، فانا اقعد معاك كده مع اللي جاي يعني. اللي هو قعدوا مع فيتوريا قالوا له انت الاربع سنين اللي جايين موجود معانا. بس كان المفروض يجيبوا من سنتين ثلاثه قبل، يجيبوه بقى قبلها زي ما عملت نيجيريا قبل كده وغانا. جابوا لا اليو سي سي مع عملوا ناس مع السنغال بقاله كام سنه يعني وصل نهائي افريقيا كابتن، خسر نهائي افريقيا، لعب كاس عالم لا كمل معاهم خدها بعد كده السنه اللي بعديها، ولعب كاس عالم خد مننا ضربتين يعني. صح. فانا يعني المدرب بالنسبه لي تقييمه لازم يكون عنده يعني فتره كبيره جدا مع شاف الدنيا والمصريين عاملين ازاي واللعيبه دي بتشتغل واللعيب ده ازاي وده ولف وعمل، عايز وقت كبير جدا. عايز وقت. انا بالنسبه لي اللاعب هو نمره واحد في نجاح المدرب. اوكي. يعني الشكل الفريق اللي هو بيختاره بالجماعه اللي معاه الاحتياطيين بالكله يوم المباراه، توفيق اللعيبه من توفيق المدرب. انا لحد دلوقتي ما شفتش تغيير عبقري حصل في المنتخب مثلا. فهمتك. يعني ما شفتش حاجة، ما شفتش جملة اللي احنا انا وانت بقى بنتفق عليها دي، ها ما شفتش حد دلوقتي حاجة. انا شايف مجهود تريزيجيه وانطلاقاته، مرموش، محمد صلاح وفنياته وتحركاته والتحرر اللي بيعمله،
انا مش شايف حاجة جديدة. يعني حتى انا بتمنى دايما لما بتفرج على النادي الاهلي بحس ان في ناس بتخش جوه ويطلع علي معلول وبعدين يخش يبقى عندي واحد زي ديانج بقى عنده جبهة هو ومحمد هاني قاعدين يزعجوا جميع الفرق اللي بيلعبوها. انا لحد دلوقتي ما شفتش تحس ان اللعيبه اللي جايه من اوروبا اللي هو بيعتمد عليهم اي مدرب بيمسك المنتخب جايين كل واحد بالحته بتاعته. يعني انا دول الشويه اللي انا هلاعبهم في نانت, ده الشويه اللي هلاعبهم في ليفربول, دول الشويه ده اللي بيعرف يعدي زي ده, وده اللي بيعرف ايه, وده اللي بيعدلها عشان انا ما شفتش جمله بيب جوارديولا. يعني انا ما شفتش جوارديولا اللي هو باس باس باس. احيانا انا اشوفه بيتكلم على الموضوع ده من بره, ولكن الموضوع ده انت ما عندكش تايم تتحكم فيه وتديه تشربه للعيبه, ما عندكش سيستم. انا مش شايف وانا بتفرج على المنتخب, وده اللي حصل معاك في ماتش تونس على فكره, لما بتطلط جون او الدنيا بتهيس الحكايه منك وسلام راحتك ملطوط جون تاني. طب ليه احنا دخل فينا الجون ده؟ عشان احنا لم نعد العده للكرات العرضيه اللي احنا هنقابل فرقه جامده هتلاعبنا كويس. وبعدين بتلاعب اتنين كان معرفش مين ساعتها, كان عبد المنعم كان بيلعب ولا كان مين؟ محمد عبد المنعم وعلي جبر. يعني في تجارب ساعات بتحصل في وسط الدفاع, في الدفاع الهارموني بتاع اللعيبه متغيره طبعا. والماتش ده بالذات كان فيه تغيير كتير قوي, لان كان عندك لعيبه كانت رايحه مع نادي الاهلي كمان الاربعه او حاجه زي كده. ف مش معقول اربعه هيخرجوا من فرقه الفرقه تقع فرقه ثانيه. صح. اخيرا يا كابتن, فيتوريا قادر على ان يقود المنتخب للتاهل الى كاس العالم وان يفوز ببطوله امم افريقيا؟ اللاعبين برضه, اللاعبين هم اللي قادرون ان هم يحققوا احلام الجماهير. انما انا ما شفتش حاجه جديده برضه. يعني انا اتمنى ان احنا نشوف حاجه جديده. يعني انت لعيب كوره وفاهم يعني وشايف. يعني انا ما عنديش جرانتي, مش حاسس بالجرانتي الا عن طريق ما فيش جمله تخليك تتعب, ما فيش حاجه, ما فيش جديد في الفرقه. هي اخرهم زيزو, يعني هم مع زيزو مع خلاص. حد تاني يعني الحكايه في رجلهم هم. يعني خلينا ننتظر بكره ويوم 16 ايه اللي ممكن يحصل. انا متفائل باللعيبه ولكن ما عنديش اي حاجه محسوسه من المدرب. احس ان هو غير جلد الناس دي, هو غلبان برضو غصب عنه, دي لعيبه جاله من بلاده. اي حد دلوقتي هيمسك منتخب مصر ما هيجيب اللعيبه دي يا كابتن, هيعمل ايه؟ ما عندوش شو بس ما عندوش يعني لو انت اللي ماسك المنتخب ما انت هتجيب اللعيبه دي برضو. ده بس عبال ما انا قاعد مستني الناس دي هالف لي باك رايت حلو على باك ليفت حلو على اتنين في العمق يخلوني ابقى مامن للفراوده اللي انا جايه لي دي, والناس دي اامن لهم الحياه التحتيه. احنا ما عندناش حاجه. البنيه التحتيه دي اللي هي الكره الثانيه اللي انا بكلمك عنها, اللي هي دي ابقى مامن الناس دي, الناس الرفاهيه اللي جايين دول اللي بيعرفوا يجيبوا جول واللي بيعرفوا سعرهم ان هم بيجيبوا جوال طبعا. ابقى انا عامل لهم وانا بشتغل هنا كتيبه تحت كده صلبه. طيب ما هو عامل يعني لو جينا ناحيه اليمين في عندك محمد هاني, عندك عمر كمال, ناحيه الشمال في ابو الفتوح ومحمد حمدي, في وسط بتاع عندك عبد المنعم, عندك خلي بالك انت عندك احمد حجازي والونش, الاثنين دول فارقين جدا معاك. طيب يعني دول, فانت عندك محمد عبد المنعم وعندك علي جبر وعندك اسماء اخرى كثيره في هذا المجال, عندك في وسط الملعب النني, وخد بقى اسماء كثيره. عندي كل حاجه, ما عنديش واحد جنب, ما عنديش واحد جنب محمد عبد المنعم. عندي كل حاجه, ما عنديش البلاي ميكر في منتخب مصر لحد دلوقتي اللي يغذي صلاح ويغذي الدنيا ويعملها. مش عايز يعترف بقفشه. ليه؟ عشان قفشه يوم فوق ويوم تحت, يوم فوق ونص نص. لا, لازم يبقى عندك عين انت شايف مستمر في هذا الامر. صح. لازم حد يبقى ورك يعني بيشتغل على الحاجه دي. احنا قاعدين ما بنعملش حاجه, مستنيين اللعبة بتاعتنا دي لما تيجي من بره. طب انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ بتتفرج على ماتشات الدوري وبتاع. لازم يبقى في سيستم شغل تاني, لازم كرييت سمثينج لنفسك بقى, لاسمك. يعني جيت كل الكرييشن او كرييت اللي عمله او محمود حماده. اوكي, مين محمود حماده؟ لعيب بيلعب في فرقه. انت شايف ايه محمود؟
لعيب كويس وفي وبين الكره. ما اقعد اتكلم مع المحللين بتوعنا لعيب كويس قوي بيمسك الكره سو بعدين بيوديني لغايه فين. انا بلعب على البوكس، ايه الامدادات اللي عنده، ايه كام شوطه شاطها في مع المنتخب، ايه تيجي تلاقي في لعيبه تانية جنبه ما اعرفش ايه، من لمسه يودي واحد على الجول. من انت من حالتك بقى، الحاله البدنيه لازم توفرها له، انت لازم تخليه يبقى كويس، انت لازم توفر الهارموني بتاع الناس اللي بتحبها، اللعيبه اللي بتحبها. انما مش على ممكن الاقي لعيب انا ما سمعتش عنه قبل كده وبيلعب صح، ايه الاسباب والسبب ايه وبتاع ايه، اتحمله هو بقى ان شاء الله. نتمنى ان احنا نشوف المباريات القادمه مباريات جيده، سواء مباراه زامبيا او الجزائر واللي بعد كده ان شاء الله يبقى افضل وافضل. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف، دايما بنستمتع بوجودك. يا رب ما اكونش بس يعني خليت الحكايه، لا انت بتقول رايك، لا مش حكايه راي بس يعني، ان ورايك انا بتمنى الاحسن طبعا دايما يعني لمنتخب مصر، بنتمنى الاحسن وخاصه لمنتخبنا، احنا عايشين على الطبله اللي في المدرجات ترجع تاني ان شاء الله عشان نكون في كاس العالم باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن مصر على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل الاساتذه الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير.